هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. السلام عليكم مشاهدي قناة لوسيت تي في، أهلا ومرحبا بكم في ميكروفون جديد. فريق الرجاء البيضاوي بعد النتائج الإيجابية الأخيرة ديالو في الدوري المغربي للمحترفي لكرة القدم إنوي، الرجاء غادي يستقبل على أرضية ملعب مركب محمد الخامس مدينة الدار البيضاء فريق غير عادي، فريق اللي قدم مباراة كبيرة في بداية هذا الموسم، فريق شباب المحمدية. خرجنا باش نسولو جماهير الرجاء البيضاوي العالمي على التوقعات ديالها لهذا المباراة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لاباس عليك؟ الحمد لله. بلا عاطفة، انت كمشجع رجاوي كيف جاك الرجاء هذا السنة؟ هذا الموسم الرجاء كيبصم على خطأ متصاعد، وكنشكر السي السلامي على الاداء اللي كيتاخذ. وبالنسبه للدفاع خاصنا شويه، الدفاع خاصو يتقاد شويه، من الرجاء غدا هذا العام خط تصاعدي جدا ان شاء الله. وكنتمنى الرجاء ان شاء الله غدا امام المحمديه مقابله جد حارقه، وكنتمنى الفوز فريق الرجاء، وكنتمنى ندوز مقابله في المستوى وتشرف الوطن المغربي وتشرف الكره المغربيه. واخا واش كتشوف بلي شباب محمديه غادي نشوفوا ذكريات شباب محمديه وزمن شباب محمديه؟ بالفعل مع الرئيس الجديد كاين خط تصاعدي، وكاينين شبان غادي يقدموا اداء جيد. شفنا المباراه الاولى، شفنا المباراه الثانيه، كنتمنى ان يكون واحد الخط تصاعدي، وتكون واحد النتيجه ايجابيه، ويكون واحد المقابله اللي تكون في المستوى. النتيجه كتوقع اللقاء؟ نقول لك 2-0 الرجاء. السلام عليكم. عليكم السلام. الرجاء شباب محمدي، نقولوا الراجل اللي تربح حتى انا رجاوي، وانت شباب محمديه راه كيلعبوا مزيان، راه طالعين الحمد لله مزيان. شوف البطوله الوطنيه اش كتقدم، مستوى زوين. واخا كتشوف بلي شباب محمديه قادر يقهر الرجاء هنا في مركب محمد الخامس؟ يقدر الا لعبوا، فهمتي، يلعبوا بريسينغ عاوتاني، ولكن راه الراجل اللي تربح ان شاء الله. واخا النتيجه كتوقع اللقاء 2-1 فريق الرجاء. دائما مع الجماهير الرجاويه اللي كنحس بها بانها متفائله بقدره الرجاء على تجاوز شباب محمديه. اش بالك الرجاء تربح الشباب ولا ان شاء الله تربح؟ واخا الشباب محمدي تما طالعين تبارك الله زوينين، الدراري كيلعبون قيين، ولكن ان شاء الله الرجاء تربح بشي 2-1. انا كنشوف بلي يكون ان شاء الله لقاء مفتوح. ضروري داك الشيء ثاني، وحتى اللي كما قلت لك راه الشباب محمدي تما راه دراري زوينين كيقصروا، طالعين تبارك الله العام الماضي. شكون بالك غيمارك ان شاء الله؟ الرحيم ان شاء الله، بعد هذه كاين هذا الرحيم. ضروري صافي الرحيم، انا متاكد الرحيمي غيفارك بعد جوج بيوت ان شاء الله ديالو ديما ضروري. السلام عليكم. وعليكم السلام. الرجاء شباب محمدي، حنا الزراد ضروري، وكاين غد قان ما كاين لا اي تمنى لا اي تمنهم ان شاء الله. كاين رباح واحد ثلاثه، واحد الجول ديالهم قال لك باقي ما زارش الشبكه، ان شاء الله غنسلموا عليه. كاين الرحيم يشد رب بق لوح، ما كاينش كاينش لا بالك. الرجاء هذا العام كاع الكؤوس ان شاء الله، ماشي كاع الكؤوس، ولكن فيما خشينا راسنا راه كنغرقوا. واخا النتيجه كتوقع مع شباب محمدي ان شاء الله 1-3-0. واش ما كتشوفش اللقاء خاصو الجمهور؟ زعما كان خاص الجمهور، وراه ضروري. واش حنا كاين شي حاجه بلا جمهور؟ ضروري خاصنا نحركوا التيران ان شاء الله. نتمنوا من الله يرجع داك الشيء ان شاء الله. ان شاء الله يتحيد هذا المرض هذا ويكون شي حاجه. شكرا. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربح الرياضة.